هي فاصلة لا بد منها على حديث من يجدد لها أمر الدين. المجددون، المجددون لن يكونوا أفرادا. من يجدد المن هذه تصلع للمفرد والجماعة، وهنا صلاحيتها للجماعة أولى من خلال السياق. المجددون ليسوا أفراد، يعني ليسوا أناس أسطوريون أو أناس مثاليون أو ينزلوا من السماء أو يملكون خصائص خاصة. المجددون هم جمهرة كاملة منتشرة موزعة تتلاقى جهودهم وتتلاقى تماما حركتهم بمجموع الجهد ومجموع الحركة ومجموع البذل يتم التجديد. هناك من يتحرك في الساحة العقدية، هناك في الساحة الأخلاقية، في الساحة التربوية، في الساحة السياسية، في الساحة الجهادية، في الساحة بمجموع هؤلاء وحركتهم المخلصون الأخيار الأبرار يتولد التجديد في هذه الأمة. أناس في علم الحديث، وأناس في علم التوحيد، وأناس في الفقه وتجديده بما يتناسب مع المستجدات العصر، أناس في مناهج التربية والتزكية والأخلاق والتنقية، أناس بمجموع هؤلاء جميعا يتولد عندنا حالة تجديد وننهي حالة التبديد. إذن هذا الأمر يجب أن يكون واضح في الأذهان من أجل أن لا نحول الإسلام بإطلاقه الذي يعم الأمة بمجموعها وهي كلها محل للإصلاح، أن نحوله إلى الجماعات والمصطلحات والدوائر المنغلقة، وكل يقول نحن المجددون، نحن وحدنا على خير، نحن وحدنا على حق، نحن، وهذا مما قتل جهود الأخيار في الأمة. هذا التضارب والتصادم قتل الجهود وأضعف الآثار والثمار لحركة المصلحين والمجددين في كل الساحات الدعوية والفكرية والعقدية والجهادية والسياسية، أضعف الآثار والثمار. ليش؟ ما لم يكن هناك تكامل، بل صار تآكل فيما بينهم، لم يكن هناك تناغم وتفاهم، إنما صار هناك تصادم في حركة هؤلاء المجددين أو المغيرين أو المصلحين. وهذه إحدى أكبر أزمات الأمة التي نعيش الآن من داخلنا. إنما نريد أن يعترف الجميع بالجميع، وأن يرى الجميع يعني خير الجميع في لعب دور أو سد ثغر أو شد ظهر، ولا بد من ذلك، وإلا تماما فنحن عم نضيع الآثار والثمار بهذا التفرق في ساحة الخير، ويجب أن نتلاقى على هذا الخير.